30 جوان حنا في الصفرو، السوق الاسبوعي ديال الصفرو، نشوفو ان شاء الله الاثمنة والانواع اللي كاينين. المجموعة هذه مزيونين تبارك الله ما شاء الله. حسن ياك هادو ديالك ديالك اخي هادو من هادو؟ ها؟ كنصورهم البولمان هادو؟ ها؟ البولمان؟ البروج، البروج زوينة البروج. البروج. ديالك؟ ديالك؟ السلام عليكم الله يسر لك. كنصورهم الله يعاونك. إلا تمشي حتى الكوري تصور إلا بغيت. إن شاء الله إلا خطيك أخويا. منين خايب هاد الكتيبة هادي؟ منياتها. تبارك الله عليك. ما شاء الله. أنا كنتعمل 54. شحال اخي هذا الثمن هذا اللي حد كنشوف فيه؟ 58 هذا ما شاء الله. ابو شلابه شحال اخي هذا؟ 54 ما شاء الله تبارك الله هذا 54 هادو بنية صغار الاسم ديالك اخاي والنمرة التليفون ديالك راشد سي راشد من منين؟ غيلان رشيد غيلان تغرس بنية صغار المنزل بنية صغار المنزل رقم الهاتف ديالو هو 06 06 64 64 06 06 67 67 35 35 الله يسر لك اخويا الله يجيبك التيسير راه عندو كسيبة اخرى في الكوري اللي بغى يمشي يشوفها راه عندو في الكوري شكرا الله يسهل عليك الله يسهل عليك شكرا 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 الشريف اللي معنا عنده هاد الجوج تبارك الله مزيانين ديالو معلفهم على يدو شحال الثمن ديالو ما خايب جوج؟ شحال 110 الف ريال يعني 55 الف ريال لواحد هادو مزيانين منين اخاي بلادك منين البلاد؟ حتى شتا حنا من واحد صفرو شنو كتعلف هاد الكسيبه ديالك شنو كياكلوا هاد الفول والشعير الفول والشعير وفارينة وف ما شاء الله تبارك الله غير البلدي حنا غير البلدي عالف بلدي الله يعطيك الخير زين هادو بجوج 110 الف ريال 55 الف ريال لواحد مزيونين هاد لا لا ورا انت راجل معقول ما ديش تكذب على العز لوحة السيد حتى هو ها انت زدت ما شاء الله تبارك الله حتى عندك خروف مزيون هذا زيون شحال الثمن هذا؟ 38 زين اثنين اثنين باين 38 ها انت منين بلاد ديالك اخي انت؟ تازوتا تازوتا شنو العلف اللي كتعطي لهاد الفريفين؟ العلف عادي العلف العادي العلف غالي يعني كتعطي الامور اللي عاديه وصافي داكشي اللي عندك في البيت كيكون عادي شكرا على الصراحه ديالك شكرا على الصراحه ديالك اسمح لي الله يحفظك شكرا هي الشيء نشوفوا راسنا
هذا الوليد حتى هو جايب الخروف ديالو كيبيعو مزيون. شحال هذا وليدي؟ 32. تبارك الله مزيون. انت هذا سنان الحليب غير صغير شتي؟ انت منين بلاصه؟ منين بلاصه؟ ها؟ من واحد السايس. تبارك الله. شنو كنتي كتوكل الخريف ديالك؟ الشعير والفول والتبان. الله يعطيك الخير. واه هذا سنان الحليب صغير انت شتي انت؟ هذا مزيون شي مليح انت شتي؟ ما شاء الله عليك. نصوروا هادو صغارين تبارك الله. هادو الناس عاوتاني على كل واحد على قد حالو. شحال هادو اخاي؟ لا تقريبا بحال هذا. نشوفوا هذا 120000 فرنك يعني 24000 ريال. 28 انت قلتي لي 120000 فرنك هي 24000 ريال. 28 يعني 1400 درهم. هادو سنان الحليب تقريبا كان باين سنان الحليب كامل. هذا تني هذا 36 تني. هز له خير الراس ديالو. هي مرخبصين 36 عطاو. هذا 37 عطاو. شحال كتقول انت اخي؟ اسيدي انا قاطع عمر 40. الله يجيب التيسير اخويا. الله يسهلك. منين المنطقة ديالكم؟ بني علاهم. بني علاهم ادرج. هذه المناطق كلها صفر وتاهلة. رباط الخير كل المناطق كلهم متقاربين هذ. تبارك الله ما شاء الله. هادو الثمن ديالهم كنظن مناسب هادو بالنسبة للناس اللي هذا راه عارف. طاح السوق اسي محمد. طاح السوق شوية النهار مزيان شتي؟ طاح السوق هاد النهار شوية أنا مزيان. هذا صفرو. اليوم 30 جوان في صفرو اليوم. ما شاء الله. مزيان 46 هذا. هذا 46 مزيان. تني ياك؟ تني باين تني. هذا عاوتاني حدا. شحال هذا اخاي؟ 34 مزيان. كنظن هاد النهار السوق مزيان في الصفر. اليوم الثمن مزيان بالنسبة للأسواق الأخرين. هادي فاس ولاد طيب فاس فاس. اي شي قلب اخويا على خاطر خذ راحتك. لا 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 شحال اخي هذا؟ 44 اخي محمد. شحال؟ 44. 44 مزيون. مزيون طبوها الى جابها الله. مزيون ما شاء الله. الله يعطيك الخير. شكرا. يلا ادي هذا. مزيون هذا. 44. هذا عطاو 15. هذا ما شاء الله هذا مزيون. تني اخي هذا تني. سنان الحليب تبارك الله. مخير هذاك. شحال اخي الثمن ديالو؟ 68. هو 68 ان شاء الله زوين. هذا كم؟ تبارك الله. منين منطقه اخي هذا؟ البهالي ديال صفرو. سي بهاد البهالي زوينه ما شاء الله. تاهي عندو اجديان تاهو ما تبارك الله كاينين. هاد جدي شحال اخاي؟ 32 ما شاء الله مزيون. تا جديان بالنسبة للناس اللي كيبغيو جديان ها هو 32 مزيان. لا
ما شاء الله هذا حولي مزيون هنايا ما شاء الله. شحال اخي السن ديالو هذا؟ سداسي قلت لك. سداسي سداسي. شحال الثمن اخي ديالو؟ 96 عطاوه ما شاء الله. يعني هذا اكبر حولي في السوق. يعني هذا اكبر ما شفت انا هنايا لحد الان. اليوم في صفرو 30 جوان اليوم في صفرو ما شاء الله. عطاو 96 سداسي ما شاء الله. هذا يعني اكبر حولي اللي شفت انا لحد الان. هو كيبان واضح من الصورة. الخروفة تاع عمي شحال هادي؟ نصوروهم تا هما ياك. شحال هادو شحال هادو؟ 21 هادو خروفات 21 زيوني. ثلاثة بواحد وعشرين دو واحد شحال اخويا الثمن هادو؟ 40 عطاو 40 هادو مزيونين. هاهو ما عندو جوج هنايا سنان الحليب ياك هادو؟ يا سنان الحليب هادو باينين صغار ولكن مزيونين السلعة مزيونة ما نقيين مزيونين. ها انت اسم هذا كيهرس هذا كيهرس ما شاء الله. منين منطقة خي؟ الشاتة. هذوك الشاتة راح تابعها لصفرون. الله يجيب لك التيسير اخويا الله يحفظك. شوفوا هذا مزيون بزاف تبارك الله ما شاء الله. انت السن ديالو اخي هذا؟ سداسي. هذا سداسي سداسي منين اخويا منطقه هذا؟ من صفرو. هذا من صفرو. زين شنو خير العلف اللي كتعطيوه لهذا سميتو؟ الشعير والدراهم. الشعير والدراهم ما شاء الله ما شاء الله مزيون. شحال اخي الثمن ديالو؟ 56. هذا راه 56 بالنسبه لاسواق اخرين راه الثمن ناقص بزاف هذا النهار. هذا راه ب 56 في بلايص اخرين يعني الثمن ديالو بالنسبه لاسواق اخرين اللي شفنا راه هذا راه الثمن طايح بزاف هذا النهار. هذا ما شاء الله راه هذا سداسي. هذا من النواحي ديال صفرا. هذا 82 اللي عندي عطيني من هنا 82 ما شاء الله. عطاو 86 في الرادي. عطاو 86 في الرادي بوحدو عطاو فيه 86. شنو السن ديالو اخي؟ سنان الحليب ما شاء الله ما شاء انت اخويا هو كيعان كل شيء. هادو ولاد العم تبارك الله ما شاء الله. يعني هاد انت هو انت ما شاء الله انت منين منطقه اخويا هادو؟ من صفرو ما شاء الله تبارك الله عليكم اخويا. شنو الماكله العلف اللي كتعطيو لها الخير؟ الشعير والذرة. الشعير والذرة ما شاء الله السلعه نقيه انت هادي ديال صفرو انت تبارك الله خويا. هذا شحال الثمن اللي سارك شاد دابا؟ عطاونا 82 جمله وعطاونا 86 في الرادي. عطاوهم 82 جمله و 86 في كل واحد ما شاء الله. البنات كيبان تبارك الله ما شاء الله مليح مليح. يسر لك احسن كاع احسن. الله يسر لكم اخويا الله يجيب التيسير ما شاء الله زوينين. الله يعطيك الخير. هذا ان شاء الله عاود تحولي مزيون هذا ما شاء الله. منين اخويا المنطقة هذا؟ موزار كندار. تحية للناس موزار كندار الله يحفظكم. شحال الثمن ديالو اخي؟ واحد
ما شاء الله مزيون هذا بهذا الثمن والله هذا السوق ديال الفرو راه مزيان. اه والله الا مزيان هذا 45 مزيون هذا الحمد لله ما شاء الله. شنو خير العلف اللي كتعطيهم؟ مزيان الله يعطيكم الصحة العيد ضروري ان شاء الله. هذا ب 45 مزيون انت اش اخويا السن ديالو؟ ياك ما شاء الله يسر لك اخويا الله يجيبك تيسير الله يسر لك الله يحفظك. انت هاد المجموعه هادو ما شاء الله انت هذا اللي شاد السيد ديالو شحال اخي هذا اللي راك شاد؟ 58 عاطيين 58 عاطيين ما شاء الله هادو جملة هادو كلهم تقريبا متقادين كاملين. منين اخويا منطقة؟ منطقة ديال البهاليل البهاليل صفرو هادي كسيبة كاملة هاد المنطقة بلدية كسيبة مزيانة مزيانة اخويا الشعير العلف اللي كتعطيوهم وداكشي الشعير البلدي ما شاء الله ما شاء الله الفول والدرا والشعير هذا ما شاء الله انتم كيبان هذا خيتني ياك هذا تنيو هادو فيهم تني وفيهم سنان الحديد هادو ها انت كتشوف عندنا واضحين في الصوره ها انت كاين المليح كاين المليح ما شاء الله سنان الحديد انت هذا مورينوس تبارك الله ما شاء الله 75 هذا انا خايب باش يبان كامل هكا اجي انت هكا لامارك ديال استراليا هذا لامارك استراليا ما شاء الله يقولوا فيه 90 يقولوا 90 الى جاب الله 150 دوز هكا باش نشدو كامل جنب انت هذا عطاو 85 كيقول 90 انت اخو ها الاخ ديالو عاوتاني ما شاء الله 75 سنان الحليب هادو انت هذا تني وهذا سنان هذا تني وهذا سنان الحليب فين اخويا المنطقه فين مربيين؟ هادو البهالي البهالي كل هاد السلعه ديال المنطقه ديال البهالي ما شاء الله لا واحد ديال الصفرو الماكله اخويا اللي كتعطيهم الا كان ممكن فارينه والشعير فارينه والشعير ما شاء الله كلهم متقادين تبارك الله انت هادو عطاو 85 طالب 90 هاو كيبان واضح هنا في الصوره الله يسركم اخويا الله يجيبكم التيسير الله يسركم الامور هادو جينا البلاصه ديال الجديان هما الناس اللي كيبغيو يعيدوا بالجديان هما عندهم الجديان هنا شحال اخي الثمن هادو؟ عطاو 14 كل واحد 14 منين اخويا منطقة هادو ولا عناصر منطقة تابعة لصفرو هي ما شاء الله اخويا انت دينت. هادو عطاو 14 انت اليوم كيبان لي السوق مزيان بالنسبة لأسواق أخرين صفرو هاد النهار مزيان هانت هادو ب 14 عطاو 14 مزيونين الله يسر لك أخويا الله يسهل عليك الله يسر لك الله يسر لك شحال أخي الثمن هذا؟ 44 السن ديالو شحال أخي؟ سداسي هذا سداسي ب 44 راه سداسي في اسواق اخرين راه اكثر من هذا الثمن هذا هنا هذا عاوت ما شاء الله تا هو سداسي ديال السوق اسواق ديال اللي كتكون في المدن الصغيرة دائما كيكون هاد الجو ديال الشواء وديال هاد المطاعم ديال الهواء الطلق ما شاء الله واحد الجو رائع في هاد السوق هذا سوق رائع سوق مزيان الاجواء ديال السوق ديال الصفرو اليوم ما شاء الله
عامر بزاف الكسيبه تبارك الله. الثمن نقص على بزاف ديال السواق اللي شفناه من قبل. الكسيبه موجوده تبارك الله، موجوده.